بسم الله الرحمن الرحيم، معكم مهندس محمد عادل البطل. إن شاء الله ده أول فيديو هنتكلم عن ليه في مادة الترانسبورت سيستم. هنتكلم النهاردة عن ليكتشر 1 وليكتشر 2، دي المفروض ليكتشر. إن شاء الله ما جعل هذا العمل خلصا لوجهك الكريم، إلى يوم نلقاك يا أكرم الأكرمين يا الله. أول حاجة مبدئيا الكورس ورك عندكم هيبقى فيه 10% إن كلاس أسسمنت 1 و10% إن كلاس أسسمنت 2 و10% ديزاين إكسرسايز. خلينا نبدأ أول حاجة كده. أول حاجة إحنا بنتكلم عن إيه؟ عن الترانسبورتيشن. إيه الترانسبورتيشن عامة؟ الترانسبورتيشن دي إن أنا بنقل حاجة. إيه الحاجة اللي أنا بنقلها؟ movement of people and goods from one location to another. إن أنا عايز أنقل الناس أو بضايع من مكان لمكان تاني. whatever هنقلهم بإيه؟ يعني ممكن أنقلهم عن طريق البحر، ممكن أنقلهم عن طريق البر، ممكن أنقلهم عن طريق ممكن أنقلهم أيا كانت الوسيلة اللي أنا هنقلهم عن طريقها. انا ممكن انقلهم مثلا عن طريق السفن، طيران، عن طريق مواصلات vehicles، عن طريق مترو، يتنقلوا عن طريق ماشين، هم يروحوا بعجل مثلا شغلهم، ايا كانت الطريقه اللي هم يتنقلوا بيها. لان كده احنا عندنا علاقه ما بين ثلاث حاجات هي علاقه مهمه. ايه هي؟ عندي علاقه ما بين الانفراستراكشر واليوزرز والvehicles. براحه مبدئيا كده، ايه الانفراستراكشرز؟ انا هنا لما بكلمك على طريق ايه اللي انا اقصده بالانفراستراكشر؟ الانفراستراكشر دي اي حاجه موجوده على الطريق بصممها. بمعنى الطريق ده بيبقى عباره عن رصيف، يعني البيفمنت ده انفراستراكشر. الطريق ده بيبقى فيه علامات على الارض، انت بتلاقي علامات لكل حاره اللي هو الماركينج. الماركينج ده انفراستراكشر. الطريق ده وانت ماشي على الطريق بتلاقيه يفض، بتقول لك مثلا السرعه والسبيد ليميت والكلام ده اللي هي الساينز. الساينز دي انفراستراكشر. الطريق ده بيبقى عليه تقاطعات، التقاطعات دي اللي هي انترسكشنز، دي انفراستراكشر. الطريق مثلا طريق زي طريق السويس بيفصل ما بين الاتجاه اللي رايح والاتجاه اللي جاي، في حطام خرسانه كده، في اللي هو الحواجز الخرسانيه. الحواجز الخرسانيه دي عندنا بنسميها حاجه اسمها نيو جيرسي باريرز. هل النيو جيرسي باريرز دي انا برضو بصممها فيما بعد، فدي انفراستراكشر. دي عامة الحاجات اللي انا بقابلها على الطريق، كل دول ده الانفراستراكشر اللي انا بقابلها. من الكلام ده ده اول حاجة. ايه علاقة بقى الانفراستراكشر والكلام ده؟ ايه علاقته ايه؟ عايزين نعرف علاقته بحاجتين تانيين. ايه هما؟ علاقته باليوزرز وعلاقته ايه بالفيكلز. مبدئيا خلينا نتكلم اول حاجة عن ايه؟ عن اليوزرز. انا دلوقتي وليكن الانفراستراكشر بتاعي ان انا طريق، انا بصمم طريق والطريق ده بيقطعه فوق وفي فوق كوبري جاي بعكس يعني جاي بالعرض كده. ادي ده الطريق بتاعي، في الانفراستراكشر بتاعي كوبري جاي بالعرض كده، تمام. خلينا عايزين نعرف ايه علاقه بقى ده كده كانفراستراكشر. عايزين نعرف ايه علاقته بقى باليوزر وعلاقته بالفيكلز. مبدئيا ليه يهتم بان انا ادرس الفيكل؟ ما انا خلاص عندي طريق كده وطريق تاني ماشي فوقيه وخلاص. خلينا نتخيل كده الطريق ده مش الفيكلز اللي ماشيه دي، كل فيكل كل عربيه ليها ارتفاع معين وكل ارتفاع بيختلف عن التاني. طب الطريق ده وهو ماشي وطريق تاني فوقيه، انا المفروض بحقق حاجه اسمها كليرنس هايت. ايه كليرنس هايت؟ الكليرنس هايت ده ان ده الارتفاع اللي هو المفروض ارتفاع حر كده ما فيهوش اي حاجه، بحيث ان العربيات تقدر تعدي. لو انا ما اعرفش اطول ارتفاعات العربيات دي، هل اقدر ان انا اصمم الكليرنس هاي دي؟ لا ما اقدرش اصممه. طب ده علاقه الانفراستراكشر بالفيكلز. طب ايه علاقته باليوزرز؟ علاقته باليوزرز ايه؟ ان انا دلوقتي واحد ده مثلا يوزر ده واحد مثلا سواق تراك عربيه نقل، هو السواق بتاعه. انا المفروض من خلال معلوماتي عن السواق ده بيشوف على مسافة قد ايه وكده، انا المفروض اصلا ان انا حاجة زي كده بحط له ساين، بحط له يافطة بتقول مثلا ان الكليرنس هايد ب 3 متر، يعني الارتفاع هنا ب 3 متر. فبالتالي هو بيكون عارف ان انا لو عربيته 3 متر اقل من 3 متر هتعدي، لو اكبر من 3 متر اذا هي مش هتعدي. طب ليه اهتم ان انا ادرس اليوزر ده؟ بهتم ادرس ايه في اليوزر اصلا؟ بهتم ادرس مثلا يعني انا المفروض عارف ان هو بيقرا إيه، مش انا احط له ساين، احط له اشاره على الطريق وهكتب فيها كليرنس هايت بكذا. الساين دي
المفروض ان انا بهتم ايه بالتكست بتاعها، هو ليه تكست هايت معين المفروض ايه بيشوف ايه بيشوفه، لو التكست هايت انا مش عايزه يزيد قوي ولا عايزه ايه يقل قوي، دي العلاقة ايه ما بين الثلاث حاجات. بعد كده احنا ايه اللي احنا هنتكلم عنه اصلا كترانسبورتيشن انجينيرينج؟ ايه اول حاجة احنا عندنا هنتكلم عنها ترانسبورتيشن بلاننج، ازاي بقدر اعمل بلان للترانسبورتيشن. مبدئيا هو اي بلد او اي مدينة او كده بيبقى ليه حاجة اسمها ماستر بلان. ايه ماستر بلان دي؟ ان انا بكون دارس التوسعات اللي هتحصل بعد كده وعدد الناس وكده، وعارف الاماكن اللي انا فيما بعد مثلا كمان 10 سنين هحتاج اعمل كوبري في الحتة دي، كمان 15 سنة الحتة دي احتاج فيها طريق. فالكلام ده ما اقدرش اعمله غير وانا عامل دراسات عن طريق ترانسبورتيشن. تاني حاجة هنتكلم عنها ترافيك انجينيرينج، ازاي ان انا اقدر انظم الترافيك اللي موجود عندي. وهنتكلم عن حاجة اسمها ترافيك ستادي جواها. بعد كده دول هنتكلم عنهم ايه السمستر ده. السمستر ده بعده عندنا هنتكلم عن حاجتين تانيين دول فيما بعد، حاجة اسمها جيومتريك ديزاين وحاجة اسمها ستراكشر ديزاين. ايه الجيومتريك ديزاين ده؟ الجيومتري بتاع الطريق، ان انا الطريق اللي موجود عندي ده يعني ايه الجيومتري بتاعه. الطريق مثلا عرض الطريق قد ايه، الطريق ده مثلا بيكون فيه كيرفات مثلا، سواء هوريزونتال كيرف حاجة بالمنظر ده او فيرتيكال كيرف في الدايركشن التاني، تصميم الكيرفات دي نفسه ده الجيومتريك ديزاين بتاع الطريق. بعد كده عندي حاجة اسمها ستراكشر ديزاين. ستراكشر ديزاين ده ان انا العربية هي ماشية على الطريق، ان انا بصمم البيفمنت كروس سكشن نفسه. بس دول ايه، دول الحاجات المين ايديز اللي موجودة اي في الترانسبورتيشن انجينير عامة. ايه المين جول بتاعي؟ انا المين جول بتاعي ان انا اعمل safe and comfortable movement of vehicles، العربيات دي تتحرك بطريقة safe و comfort بس مش اكتر. الكلام ده وده ما اقدرش احققه غير عن طريق كذا حاجة. اول حاجة حاجة اسمها transportation study، ان انا اعمل دراسات على transportation. يعني ايه transportation study؟ transportation study بتنقسم لكذا حاجة، حاجة اسمها trip generation, trip distribution, mode choice, trip assignment. براحة كده. ايه trip generation؟ خلينا نفترض مثلا ان انا بتكلم مثلا عن مصر، هنا بتكلم مثلا عن مصر الجديده. التريب جنريشن انا هقول مثلا ان مصر الجديده كل يوم بيطلع منها مثلا 10,000 عربيه ويدخلها 5,000 عربيه. يعني اذا انا في التريب جنريشن بعمل زي بحدد كم شخص، كم يعني كم شخص بيخرج وكم شخص بيدخل، كعدد العربيات اللي داخله وخارجه لمكان معين. طب ايه التريب ديستريبيوشن؟ التريب ديستريبيوشن مثلا ان انا هقول ان خارج من مصر الجديده مثلا كل يوم 10,000 عربيه، اكيد جزء منهم رايح مدينه نصر، جزء منهم رايح التجمع، جزء منهم رايح المعادي، كل جزء ايه رايح في حته معينه. اذا ده ايه؟ ده التريب ديستريبيوشن. بعد كده عندي حاجه اسمها مود تشويس. ايه مود تشويس؟ خلاص انا حددت مثلا ان لقيت ان ال 10,000 مثلا اللي خارجين من مصر الجديده في التريب جنريشن في منهم 2000 رايحين مدينة نصر. ايه المود تشويس؟ المود تشويس هل ال2000 دول هياخدوا ميكروباص ولا هياخدوا عجلة ولا هيروحوا بالمترو ولا هيروحوا ازاي؟ هيروحوا ازاي مدينة نصر؟ اخر حاجة، حاجة اسمها التريب اساينمنت. ايه التريب اساينمنت؟ ان خلاص انا قلت مثلا وليكن ان الناس دي هتستخدم عربياتها. التريب اساينمنت ان انا الناس دي هتروح هتستخدم بقى انهي طريق؟ هل هتستخدم مثلا طريق صلاح سالم ولا هتستخدم طريق الاوتوستراد ولا هتستخدم طريق النصر؟ هتستخدم انهي طريق عشان تعمل التريب دي؟ دي ترانسبورتيشن ستادي ببساطه. تاني حاجه عندي حاجه اسمها ترافيك ستادي. ايه ترافيك ستادي؟ دلوقتي انا لو هعمل طريق، انا خلاص عرفت مثلا ان عايز اعمل طريق ما بين مصر الجديده ومدينه نصر والعدد العربيات اللي هيعدوا عليه 2000 عربيه. هل لو انا بصمم طريق هيعدي عليه 2000 عربية زي لو بصمم طريق بيعدي عليه 20,000 عربية كل يوم مثلا؟ لا صح؟ جميل. اذا هيبقى متغير. يعني اذا انا الطريق ده عرضه مثلا، عرضه بيعتمد على ايه؟ على عدد اللي هيعدوا. كل ما اللي هيعدوا دول هيزيدوا كل ما ايه، كل ما عرض الطريق هيزيد. بس خد بالك ان احنا عندنا حاجة اسمها مينيمم ويدث بتاع الطريق. يعني ايه مينيمم ويدث بتاع الطريق؟ انا المينيمم ويدث يعني الطريق اهو، الطريق المينيمم بتاعي ان هو يكون تو لينز. يعني ايه تو لينز؟ ادي حاره وادي حاره، ده المينيمم. تمام. المينيمم بتاعي تو لينز، وعرض الحاره الواحده دي بناخدها الطبيعي بتاعنا ب 3.65.
طب 3.65 متر. طب 3.65 دي جت اصلا منين؟ دي جت عن طريق الدراسات، ان الناس لقوا ان لو هي 3.65 لو قلت عن كده العربية مش هتمشي بالديزاين سبيد اللي الطريق اصلا متصمم عليه. طب لو زادت ما مش هتديني اي فايدة، او السرعة مش هتزيد، فده المظبوط بتاعها. فده الايه المينيموم ويتس بتاع الطريق وعلاقته ايه بالترافيك ستادي. بعد كده عندي حاجة اسمها بيفمنت ديزاين. ايه البيفمنت ديزاين؟ ان انا الطريق ده اللي عايز اصمم البيفمنت نفسه. يعني ايه البيفمنت؟ عايز اصمم الرصيف اللي العربيات دي ماشيه عليه، يعني العربيه الكاوتشات بتاع العربيه دي عايز اصممه. احنا مبدئيا مثلا خلينا نتخيل احنا لو ان انت بتصمم مبنى. لو بصمم مبنى ايه اللي انا بحتاج احسبه؟ بتحسب الديد لود واللايف لود، وتحسب كيس الالتيميت. كده حسبت اللود اللي جاي على البلاطه، وبعد كده توزعه وتبتدي تصمم المبنى عادي، صح؟ طب هل الطريق بنصممه بنفس الطريقه دي؟ لا، احنا الطريق بنصممه بطريقه تانية. انا بعتبر الطريق عامه، الطرق عامه بنصممها بحاجه اسمها نمبر اوف لود ريبيتيشن. يعني انا لو جيت مثلا عند ادي ده الطريق، جيت عند سيكشن معين هشوف الحمل بتاع المحور بتاع العجله ده عدى كام مره، وليكن مثلا عدى 3000 مره، عن طريق نمبر اوف لود ريبيتيشن في قيمة اللود نفسه اللي هو قيمة المحور بتاع العربية ده وزنه قد ايه، بقدر اصمم ايه البيفمنت كروس سكشن. بقدر اصمم الطريق ده اقول مثلا الرصيف ده هيبقى السمك بتاعه ايه قد كذا. بعد كده عندي حاجة اسمها هاي واي الاينمنت. الهاي واي الاينمنت عندي فيها حاجتين، عندي حاجة اسمها فيرتيكال الاينمنت، وعندي حاجة اسمها، عندي حاجة تانية اسمها horizontal alignment. يعني ايه vertical alignment horizontal؟ horizontal alignment ده اعتبر ان انت واقف فوق مثلا في طيارة او كده وباصص للطريق تحتيك، فانت شايف مثلا الطريق ماشي كده كده حاجة بالمنظر ده مثلا، تمام؟ طب ايه ال horizontal alignment؟ يعني انا ليه اصلا بعمل ال horizontal alignment ده؟ قصدي الكيرفات اللي على الطريق. طب انا ليه بعمل الكيرفات دي؟ الكيرفات دي بعملها مثلا لو ان انا، يعني ليه الطريق ده، ليه الطريق ده مثلا جه كده، ليه ما يكملش كده؟ يعني ليه دخلت القصر دي؟ وليكن ان انا هنا ايه موجود عندي بيت مثلا او بايب لاين او اي شيء، فاضطريت ان انا اعمل كيرف بحيث ان انا ايه ابعد عن، او وليكن ان هنا في جبل، فانا هل ارخص لي ان انا اكسر في الجبل، ولا ان انا ابعد عن طريق كيرف ابعد عن الجبل؟ ده الهوريزونتال الاينمنت. الفيرتيكال الاينمنت ده كاني واخد سيكشن في الطريق، ان انا الطريق مثلا ده طالع بعد كده نازل بعد كده ماشي مستقيم بعد كده طالع، ده الايه الفيرتيكال الاينمنت. بعد كده اخر حاجه الانترسكشنز. الانترسكشنز دي بقصد بالانترسكشن التقاطعات اللي موجوده على الطريق. يعني ايه التقاطعات اللي موجوده على الطريق؟ احنا عامه اي طريق عندنا مثلا، تخيل ان انت ماشي في وسط البلد، وسط البلد مثلا بيبقى فيها تقاطعات. يعني مثلا ادي ده الطريق، وهنا مثلا ايه بيكون ده تقاطع. يعني ايه تقاطع؟ يعني في عربيات جاية من الاتجاه ده، في عربيات جاية قصادها كده، في عربيات جاية كده سواء هتروح مثلا تكمل هنا، أو عربيات جاية كده هتروح ايه هتكمل كده، فده بنسميه تقاطع. التقاطع ده على مستوى الطريق، بنسميه التقاطع ده على مستوى ايه، على مستوى الطريق نفسه. فأنا عندي نوعين من التقاطعات، في تقاطعات حاجة اسمها at grid اللي هو حاجة بالمنظر ده انه على نفس الليفل بتاع الطريق، وعندي حاجة تانية اسمها جريد سيبريتد. يعني ايه جريد سيبريتد؟ ده زي ايه؟ ده زي مثلا طريق السويس. يعني انت مثلا في طريق السويس وانت ماشي رايح عند الجامعة، لو انا عايز الف واجي الناحية التانية، يعني ده طريق السويس مثلا، ده الاتجاه رايح وده الاتجاه جاي، لو انا عايز الف وارجع تاني، بتلاقي ان انا بروح داخل حارة على اليمين كده والاقي كوبري ماشي بعرض الطريق عشان ايه الف عن طريقه ايه الناحيه التانيه. فالتقاطع ده بنسميه جريد سبريت. لكن هنا عشان ان هو يلف او ياخد اي قرار بيعملها على نفس المستوى بتاع الطريق، فخلاص بسميه ايه اد جريد. انا هنا بس بفتح معاك مواضيع بحيث ان انت تبقى فاهم ايه الدنيا فيما بعد، يبقى الموضوع اسهل شويه. احنا اول حاجه هنبتدي نتكلم عنها او ندرسها، هندرس حاجه اسمها فيكل كاركترستكس. انا خلاص اتفقت ان انا عايز اي، عايز اعمل حاجه، عايز اعمل ترانسبورتيشن ستادي، فعايز ابتدي ادرس الحاجات دي. انا عشان ان انا اقدر اصمم الطريق واقدر اصمم الكلام ده، لازم انا يكون عارف الكاركترستكس بتاع الفيكل، ولازم انا اكون عارف الكاركترستكس بتاع الدرايفر. لازم اي حاجه على الطريق ابقى عارف ايه الكاركترستكس بتاعتها. اول حاجه نتكلم عليها الفيكل كاركترستكس.
ايه الفورسز اللي بتاكت على اي فيكل وهي ماشيه؟ يعني انت مثلا ماشي بعربيتك اهي، وليكن ده طريق وده مطلع مثلا انت طالعه، ايه الحاجات اللي بتاثر عليها؟ اول حاجه انت عندك بتاثر على العربيه هي الايه، الاير ريزيستنس. انت عندك الهواء بيأثر على العربية، كل ما زود سرعتي كل ما تأثير الهواء بيزيد معايا. بعد كده عندي ايه تاني؟ العربية دي ماشية على الرصيف، والرصيف ده الإطارات دي في فريكشن ما بينها وما بين البيفمنت اللي هو البيفمنت الرصيف نفسه، في فريكشن ما بين التايرز بتاعت العربية والبيفمنت. الفريكشن ده بنسميه رولينج ريزيستنس. يعني إذا أنا في عندي حاجة اسمها اير ريزيستنس وحاجة اسمها رولينج ريزيستنس. ما كان عندي حاجة اسمها جريد ريزيستنس. ايه جريد ريزيستنس؟ هل لو انا على طريق وطالع، يعني انا مثلا دي عربيتي وطالع فوق، هل كده الجريد ده، احنا دايما بيبقى قصدنا بالجريد اللي هو السلوب، هل الجريد ده بيقاوم لي الحركة ولا بيساعد معايا على الحركة؟ ده بيقاوم الحركة، يبقى اذا ايه ده جريد ريزيستنس. طب لو انا نفس الطريق بس انا ايه، خلاص انا نازل، ده هيساعد معايا على الحركة. إذا يعني الجريد ده بيفرق معايا، لو أنا طالع في الطريق بيعمل لي ريزيستنس. آخر حاجة كيرف ريزيستنس. إيه كيرف ريزيستنس؟ إن أنت لو ماشي على طريق وجيت مثلا عند منطقة، المنطقة دي فيها كيرف، وأنت ماشي بعربيتك كده ودخلت على الكيرف، هل لو أنت مثلا ماشي على سرعة هنا 150 تقدر تدخل الكيرف برضه بنفس السرعة؟ ولا بيفضل إن أنت تهدي شوية؟ طب لو دخلت بنفس السرعة، بتلاقي في حاجة اسمها centrifugal force، حاجة اسمها قوة طاردة مركزية، دي بتحاول ترميك بره الكيرف، يعني دي بتحاول ايه تزقك بره الكيرف كده. دي سريعا ال vehicle characteristics. طب احنا عايزين نبدأ ايه؟ يعني اذا انا عندي الاربع حاجات دول عايز احسبهم، تعالى بقى نتكلم ايه على الحسابات والدنيا دي هتمشي ازاي. قال لك اول حاجة ال air resistance دي بنجيبها عن طريق equation. الاربع قوانين دول او الاربع حاجات دول هما حاجات تعتبر اتثبتت، يعني اتثبتت عن طريق empirical equations، فاحنا هنتعامل معاهم ك equations على طول. قال لك أول حاجة اللي هي ال air resistance. ال resistance بتاع air بيساوي 0.5 في 2 times 2.15 الرو في ال c sub d في ال a في ال u squared على g. مبدئيا ده constant. ايه الرو؟ قال لك الرو ده ال air density. ال air density دي ثابتة، احنا اغلب شغلنا يعني هنشتغل بكذا يونت مختلفة، بس في الاول هنشتغل غالبا حاجات فيت ومايل بير اور. قال لك الاير دنستي ده ب 0.0766 باوند لكل فيت كيوب. السي سب دي، السي سب دي ده كونستنت. طب الكونستنت ده بيعتمد على ايه؟ احنا مبدئيا عندنا اي طريق عامة عليه نوعين من العربيات، يا اما باسنجر كار. ايه الباسنجر كار؟ دي العربية اللي هي العادية بتاعتنا اللي هي ايه، العربيات الملاكي. وعندي التراكس، التراكس دي اللي هي العربيات النقل الكبيرة. دول النوعين اللي موجودين. قال لك لو انت السي سب دي ده، لو انا باسنجر كار باخده ب 0.4، لو انا تراك باخده من 0.5 ل 0.8. طب الاير ريزيستنس ده هو الاير، الهواء ده كل، يعني هل لو ان انا مثلا العربية جيت بصيت لها من قدام كده، هل لو العربية طولها وعرضها صغيرين زي لو عربية طولها وعرضها أكبر؟ مش كل ما بتزيد الأريا دي كل ما الهواء مقاومته بتزيد؟ قال لك الأريا دي بنسميها الفرونتال أريا، يعني اللي هي الأريا اللي أنا لو بصيت كده من قدام اللي هي الإيه، الأريا اللي أنا هشوفها كده. فرونتال أريا دي كل ما تزيد كل ما الإير ريزيستنس بتاعها هيزيد. فقال خلاص دي الفرونتال أريا داخلة معايا. بعد كده اليو، اليو دي الفيكل سبيد بالمايل بير اور، سرعة العربية، لأن أنا كل ما هزود سرعة العربية كل ما الإير ريزيستنس بتاعي هيزيد. على جي، جي اللي هو جرافيتيشنال أكسلريشن، ده إيه ب 32.2 فيت بير سكند سكوير، ما فيهاش مشكلة. طب كده أنا خلصت أول حاجة. تاني حاجة عندنا حاجة اسمها رولينج ريزيستنس. إيه رولينج ريزيستنس؟ إحنا اتفقنا إن الكاوتشات التايرز بتاع العربية بيبقى فيها بيبقى ليها فريكشن مع ايه؟ مع البيفمنت نفسه، وان البيفمنت ده اللي هو الرصيف بيبقى ليها فريكشن مع البيفمنت نفسه. فقال خلاص الرولينج ريزيستنس ده بيساوي سي سب ار اس، دي كونستنت زي 2.15، سي سب ار في ده كونستنت، في اليو سكوير ده السرعه، الكلام ده كله مضروب في الدبليو، الدبليو ده اللي هو الويت بتاع العربيه. السي سب ار اس دي ثابته كونستانت ب 0.012، السي سب ار في 0.65 تايمز 10 تو ذا بار نيجاتيف 6، الفيكل سبيد ان سرعه العربيه، الدبليو اللي هو الايه الويت.
بعد كده الكلام ده لو ان انا عندي ماشي باسنجر كار، يعني باسنجر كار اللي هي العربيات الملاكي العاديه. طب لو ان العربيه اللي موجوده دي تراك، قال لك لو تراك الايكويشن بتختلف شويه، شويه الكونستنتس دول ارقامهم متغيره، لكن نفس الكلام اللي هو ده الفيكل سبيد، والدبليو اللي هو الايه الويت. بعد كده اخر حاجه عندي حاجه بعد كده تالت حاجه عندي حاجه اسمها جريد ريزيستنس، ان انا ادي ده كيرف. مبدئيا احنا اي طريق عندنا 3 كيسز من الطرق، ان انا اقول لك مثلا الطريق ده الجريد بتاعه بوزيتيف 3، ده معناه ان الطريق طالع لفوق. البوزيتيف معناه انه ايه طالع، اي حاجه بوزيتيف دي كويسه فدي طالعه، اي حاجه لو مثلا نيجاتيف 2 يعني اذا ده نازل. يعني ايه بوزيتيف 3؟ يعني ده طالع والاسلوب بتاعه ب 3%، نيجاتيف 2 نازل والاسلوب بتاعه ب 2%. طب لو انا ولا جبت لك سيرته ان هو طالع ولا نازل، بنعتبره ليفلد. ليفلد يعني السلوب بتاعه بزيرو. الجريد ريزيستنس الار جي بيساوي بوزيتيف او نيجاتيف دبليو في جي. البوزيتيف او نيجاتيف دي على حسب الجريد، هل هو طالع ولا نازل، فهتحط الساين. الدبليو ده الفيكل ويت، الفيكل ويت غالبا بيكون ايه معاك لحد دلوقتي مفيش مشكله. اخر حاجه كيرف ريزيستنس، ان انا لو انا داخل على كيرف العربية ماشي بالعربية بتاعتي ودخلت على كيرف، الكيرف ده بيعمل لي ريزيستنس، قلنا عنها اللي هي ايه في قوة كده بتحس ان هي عايزة تطردك بره الكيرف. ال RC بيساوي 0.5. الايكويشن دي عندي كذا مجهول فيها، ال U ده ال vehicle speed، ال W ده ال weight بتاع العربية، ال G دي gravitational acceleration العادية، ال R ده ال radius بتاع الكيرف بالايه بالفيت. المعادلة دي داخل فيها الريديوس بتاع الكيرف، ان انا كل ما الريديوس بتاع الكيرف بيزيد كل ما التأثير بتاع الريزيستنس بتلاقيه اقل شوية. من خلال الكلام ده بعد ما حسبت كل واحدة لوحدها عندي حاجة اسمها باور. ايه الباور ده؟ الباور اللي انا محتاجه عشان يوفركم الريزيستنج فورس، يعني الريزيستنس فورس انا عندي كذا الريزيستنس، انا محتاج بقى موتور العربية نفسه يبقى قد ايه الباور بتاعه عشان يقوم كل الفورسز دي. قال لك الباور بيساوي 1.47 ال ار تي. ال ار تي ده التوتال الريزيستنس التوتال تايمز اليو السرعه على 550. ال ار تي دي في منها كذا حاجه، اللي هي الريزيستنس بتاع اير والريزيستنس بتاع الرولينج والريزيستنس بتاع الجريد والريزيستنس بتاع الكيرف، تجمعهم مع بعض ده يديك الريزيستنس ايه التوتال، واليو ده السرعه على 550. كده خلصنا اول جزء. تاني جزء كنت عايز اقوله ان انا لو ان انا عايز اطلع السرعه بعد تايم تي، قال لك الايكويشن قال لك الاكسلريشن بتساوي حاجه اسمها الفا ماينس بيتا في اليو تي. دي الايكويشن اللي دي الايكويشن اللي عن طريقها بجيب الايه بجيب الاكسلريشن، الفا ماينس بيتا في اليو تي. طب قال لك اليو تي لو عايز تطلع السرعه بعد تايم معين تي هتعوض في الايكويشن دي، المفروض الالفا والبيتا بيكونوا معاك، اليو نوت دي السرعه وانت عايز تطلعها مثلا بعد تايم 5 سكند فبتعوض عن التي ب 5 سكند. طب لو عايز تطلع المسافة اللي العربية مشيتها بعد تايم تي نفس الكلام، الالفا والبيتا هيبقوا معاك، اقول لك هتجيبهم هيبقوا معانا ازاي، واليو السرعة معاك، كل المجهول عندك هو انت مثلا عايز تطلع الديستنس اللي انت الديستنس الترافل بعد مثلا 10 ثواني فتعوض عن التي ب 10. دي كل الفكرة. تعالوا ناخد اكزامبلز بقى نشوف الدنيا ايه ماشيه ازاي. اول محاضرتين دول يعني الموضوع كاكزامبلز سهل جدا واغلب حاجته تعويض مباشر. هنا بيقول لك determines the horse power produced by a passenger car. اول حاجه قال لك يا passenger car، طب هو ليه قال لي هو هي passenger car؟ لان انا كان عندي حاجات بتختلف، لو هو تراك عندنا هو passenger car. traveling at a speed of 65 mile per hour on a straight road، طريق مستقيم. اوف ليه قال لك ان هو ستريت رود؟ لان انا عندي حاجه اسمها كيرف ريزيستنس، ان الطريق لو هو ستريت يعني معناه ان مفيش كيرف، يعني اذا مش هاخد في اعتبار الكيرف ريزيستنس. او 5% جريد، يعني ايه 5% جريد؟ يعني انا احنا اتفقنا ان الطريق بيبقى ليه سلوب، هو بيقول لك ان السلوب بتاع الطريق ده بوزيتيف 5 ان هو طالع ب 5. وذ سموث بيفمنت assume that the weight of the vehicle is 4000 pound. الويت بتاع الفيكل نفسها ب 4000 pound and the cross sectional area
of the car is 40 feet squared. عايزين نحسب الايه الهورس باور. مبدئيا انا عشان احسب هورس باور عايز اطلع التوتال ريزيستنس. تعال نمسك كل ريزيستنس ايه ونشتغلها ايه لوحدها. اول حاجه اتفقنا ان انا عايز عشان اجيب الباور لازم اجيب التوتال فورس اللي ايه اللي بيكون توتال ريزيستنج فورسز. انا عندي ايه ريزيستنج فورسز؟ عندي ايه ريزيستنس ورولينج ريزيستنس وجريد ريزيستنس، وما عنديش كيرف ريزيستنس اللي هو بيقول لك الطريق ان ده ايه طريق ستريت. تعال نجيب ايه الاير ريزيستنس. الاير ريزيستنس قال لك 0.5 الكلام ده 2.15 الرو في السي سب دي في الاي في اليو سكويرد على جي. مبدئيا تعالى ايه هنعوض كل الكلام ده هتلاقي نفسك طالع من دايركت. الرو هي ثابتة دي 0.0766 السي سب دي. السي سب دي ده لو تفتكر ده كان كونستنت بيعتمد هل لو انا باسنجر كار باخده 0.4 لو انا تراك باخده من 0.5 ل بوينت اي. الاي ده الفرونتال اريا هو مدولك ب 40 اليو هنا مدالك ب 65 مايل ايه مايل بير اور. الجي 32.2 هتعوض بالكلام ده دايركت. بس تاخد بالك من حاجه ان الاي دي بنعوض عنها بالفيت فهو هنا مدالك فيت حطيت على طول واليو بمايل بير اور عشان لو اداهم لك بيونتس ثانيه المفروض هي ان انت تغير اليونتس بتاعتهم لفيت ومايل بير اور. الار اي ادتني 172.9 باوند عوضت دايركت. بعد كده تاني حاجه الرولينج ريزيستنس كان بتساوي سي سب ار اس زي 2.15 سي سب ار في يو سكويرد في الدبليو. لو عوضت بالكلام ده دايركت الاتنين دول كونستنت اليو معاك ب 65 مايل بير اور والويت ب 4000 باوند. عوضنا جبنا الرولينج ريزيستنس. تالت حاجة جريد ريزيستنس ده بوزيتيف او نيجاتيف دبليو في. انا الطريق ده لو تفتكر اصلا ده كان طالع فطالع ده هو كان قال لك جريد 5% فطالع ده يعني بوزيتيف. بوزيتيف والدبليو ب 4000 والجي ب 5 على 100. حطيت الكلام ده طلعت لي بكام؟ 200 باوند. عايز احسب بعد كده التوتال ريزيستنس. التوتال ريزيستنس هي ريزيستنس الاير والرولينج والجريد. اجمع الثلاثه مع بعض اداني 444.9 باوند. عايزين نحسب الباور. الباور اصلا الرول قال لك ان الباور بيساوي 1.47 الار دي المفروض دي الار توتال في اليو السرعه على 550. 1.47 الار التوتال اللي لسه حاسبها اليو ب 65 مايل بر اور على 550 عوضت بالكلام ده اداني كام؟ 77.3 هورس باور. ده الباور اللي العربيه محتاجه تمشي بيه عشان تقوم ايه كل الريزيستنس اللي موجود عليها على ايه على الطريق. ده اول نوع مسائل بيبقى موجود اول محاضرتين. ده اول نوع مسائل موجود ده بيبقى على اول محاضره. بعد كده تاني محاضره هو اول اتنين دول يعني هم الدنيا دايركت شويه دايركت كتير يعني وانت بتعوض بس ما بتعملش اي حاجه. The acceleration of the vehicle can be represented by the following equation du by dt 3.3 minus 0.04 اليو. في عندنا اصلا equation من قبل كده لو تفتكر في الاول وانا بحسب الالفا والبيتا كنت بقول لك ان دي يو كنت بقول لك ان الاكس دبل دوت اللي هي الاي اللي هي بتساوي دي يو باي دي تي بتساوي الفا ماينس بيتا في اليو. هو لو قال لك ان الاكسلريشن بتحدد الايكويشن دي ده معناه ان الالفا هنا بكام؟ 3.3 والبيتا بكام؟ ب 0.04. Where u is the vehicle's speed in feet per second. If the vehicle is traveling at 45 mile per hour. لو vehicle ده ماشي بسرعة 45 mile per hour. Determine its velocity after 5 seconds of acceleration. And the distance it traveled during that time. عايز اعرف ال velocity بعد 5 second وال distance اللي ايه اللي traveled في خلال ال 5 second دول ايه. مبدئيا انت اول حاجة هتحتاجها ان انا محتاج ان انا اليونتس تبقى كونسيستنت. يعني اليونتس تبقى كونسيستنت مبدئيا هو مديك يقول لك سرعه 45 مايل بير اور. احنا الايكويشنز التو ايكويشنز بتاع الديستنس وبتاع السبيد مبنيه على ان الايكويشن بالفيت بير سكند مش بالمايل بير اور. فانا عشان احول من مايل بير اور اضرب في 1.47 ضربت السرعه في 1.47 اديتني السرعه بالايه بالفيت بير سكند. تعالى اول حاجه احنا عايزين نجيب الفيلوسيتي after time t. ايه الايكويشن اصلا بتاعت الاكسلريشن؟ دي يو باي دي تي
3.3 ماينس 0.04 اليو. عرفنا ان الالفا ب 3.3 وعرفنا البيتا ب 0.04. ده اليو تي. اليو تي دي ايكويشن ثابته، الفا على بيتا في 1 ماينس الاي بار نيجاتيف بيتا بار تي زائد اليو نوت في الاي بار نيجاتيف بيتا تي. الالفا معاك، البيتا معاك، اليو انا جيفن. هي المشكله عندي كلها كانت ان اليو دي لازم اتعوض عنها بايه في الايكويشن دي، مبنيه على ان اليو بالفيد بير سكند. التي ده التايم، هو التايم ده قال لك ايه بعد 5 ايه سكند. اذا كل حاجه معايا عوضت على التايم ب 5 سكند، هجيب اليو تي. اليو تي جبتها طلعت لي ب 69.09 طلع بفيت بير سكند. عايز احولها لايه؟ بمايل بير اور زي ما هو كان مديها لي، اقسمها على ايه 1.47 ادتني 47 مايل بير اور. من الكلام ده حسبت الفلوستي بعد تايم ايه تي. لو عايز احسب الديستانس ايه ترافلد، المسافة اللي انا مشيتها، عندي equation بتقول x بتساوي الكلام ده. الالفا معانا والبيتا معانا، ال t هو قال لك ايه عايز الديستنس اللي هو مشيها في خلال 5 سكند، يعني t ب 5 سكند، واليو نوت معايا. معايا كل حاجة في الايه في المعادلة، اعوض دايركت. t ب 5 سكند، الالفا 3.3، البيتا 0.04، وعوضت بالكلام ده دايركت، هتجيب الاكس. الاكس دي المسافة اللي انا قطعتها في خلال الايه 5 سكند. الموضوع لحد دلوقتي هو دايركت وبسيط في اول كام محاضره. وشكرا جدا لاستماعكم.